سمح العافية طيب سمح في عيشة حلوة وصافية طيب سمح العافية طيب سمح العافية بالخير كمان تروي. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنعمت وباركت وتفضلت. وصلي وأسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وقذائها. اللهم صلي وسلم عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. لنا بالله آمال وسلوى وعند الله ما خاب الرجاء. إذا اشتدت رياح اليأس فينا سيعقب ضيق شدتها رخاء. فبعد العتمة الظلماء نور وطول الليل يعقبه الضياء. أمانينا لها رب كريم إذا أعطى سيدهشنا العطاء. أمانينا لها رب كريم إذا أعطى سيدهشنا العطاء. مشاهدين الأفاضل عبر فضائية الطيبة ومستمعين الأماجد عبر إذاعة الطيبة FM 103، سلام من الله عليكم. هو اللقاء يتجدد بكم في برنامجكم سمح العافية. وكما قلنا أن سمح العافية برنامج يهتم بقضاياكم الطبية والصحية والنفسية والوقاية منها، وذلك من خلال استضافته خبراء في مجال الطب والصحة، كما أرجو أن يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم التي تطرحونها. في يقيني أن حلقة اليوم ستكون ممتعة، لأننا بين يدي عراب ومعلم كبير. نحن نسعد أن تكون حلقة اليوم عن صحة الفم والأسنان، ولكن أكثر سعادة أن يكون في معيتنا بروفيسور عبد العال محمد سعيد، مستشار جراحة الوجه والفكين وعميد كلية طب الأسنان جامعة أفريقيا العالمية. تفضل يا بروف. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشكر الأخ دكتور محمد زين لأن والله أتاح لنا الفرصة في قناة طيبة الفضائية عشان نلتقي بالمواطنين ونستطيع أن نبصرهم فيما يخص صحة الفم ولأهمية الفم كمدخل للقناة الهضمية، لا يخفى عليكم ذلك. فأنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نكون مفيدين، ونحن نكون يعني نخاطب المواطن باللغة البسيطة اللي بيفهمها علشان نوصل المعلومة، وهذا هو القصد إن شاء الله. وأفتكر يا دكتور محمد علي أنا وأنت ما بين في حضرة من نهوة، أنا بروفيسور عبد العال محمد سعيد أستاذ طب الأسنان وأستاذنا نحن كلنا. نعم. أنت شيخك المباشر، لكن نعم الحوار كبير وطلع محلة ثانية. نحن بنرحب أيضا بدكتور محمد علي الحداد، مستشار جراحة الوجه والفكين وعميد كلية طب الأسنان، أهلا ومرحبا بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية أشكر قناة طيبة، قناة وراديو طيبة لاستضافتهم لنا لنلقي الضوء على بعض النقاط المهمة في مجال طب الأسنان أو صحة الفم والأسنان، ونشرح بعض المشاكل الصحية التي الشائعة التي تصيب صحة الفم والأسنان في مقتل. وأتمنى أن نكون خفيفي الظل عليكم في خلال الساعة القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. اليوم لقاء مباشر لنكون نحو عالم أفضل يعرف أهمية صحة الفم والأسنان، والتي هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالصحة العامة للإنسان، حيث كلما قل الاهتمام والعناية والمتابعة حتما وأكيد سيصاب الإنسان بأمراض تهدد حياته وسلامته، التسوس والتهاب اللثة والرائحة الكريهة، وينتج عن ذلك كثير من المشاكل التي بعضها بسيط وبعضها حاد. لذا لا حول بينكم وبين ضيوفي وباسمكم جميعا أرحب بهم كمدخل لهذه الحلقة. أيضا نذكر بأرقام التواصل التي تظهر تباعا على الشاشة، حلقة الوسط بيننا وبينكم 0-100-83-40-47، 0-100-83-43-46-88، 0-100-83-43-87-99. احنا ان شاء الله يا بروفيسور عبد العال محمد سعيد نبدا كده، ما هي اكثر الامراض شيوعا متعلقه بصحه الفم والاسنان؟
الحقيقة نحن عاوزين نقول زي ما الملاريا مرض شائع بالنسبة لنا في الطب، احنا كمان عندنا في طب الأسنان الأمراض المرضين الشائعين اللي هو تسويس الأسنان والأمراض الأنسجة، أمراض تحت الأنسجة الداعم الأسنان، طبعا تجاوزا المواطن بيقول لسه، فلسة دي تحت منها برضو في حاجات زي ما المفصل مربوط بأربطة بأنسجة عشان يقعد في المكان بتاعه، السن ذاتها معلقة في حفرة بأنسجة حولها من العظام وأسمنت السن، وفي ألياف بتربط السن، السن ده إذا ما كان زي الياي بتاع العربية كان أي طقشة كان بتكسرها. فالأمراضين اللي هو اللي دائما وأبدا أسنان تفقد بسببها هي تسويس الأسنان، وهي أمراض اللسة اللي هي نسميها الأنسجة الداعم الأسنان، دي الاثنين أكثر شيوعا. وفي حاجات أخرى طبعا تصيب الغشاء المخاطي، تصيب الأوعية الدموية، تصيب الأعصاب، تصيب العظم بتاع الفك ذاته، دي كلها والأوعية الليمفاوية، وفي أشياء أخرى تجي من أماكن أخرى، دي كلها برضو في محيط الفم تظهر. لكن إذا نحن تمسكنا بالأسنان، الأسنان هي دائما أبدا مشكلة الكبيرة، التسويس والأنسجة الداعمة اللي هو تجاوز أمونا لسه. طيب كويس، إذن معناته الموضوعين الشائعين عندكم مشاكل التسوس، أيوة، ومشاكل الأنسجة المحيطة بهذه السن. طيب دكتور محمد علي، خلينا نعرف حاجة عن التسوس، لدرجة إنه في ناس بيفتكروا إنه السوسة دي ما عارف إنها بكتيريا مكروب، مرات يقول لك بخر خشمه بسيكران ولا أي حاجة وجديدان حمر صغار كده نازلين، فخلينا نحن نشارك المشاهد. طبعا الإعلام سابقا له دور، أذكر إحنا زمان كان بيجيبوا دعالي مع جون سيجنال وبيجيبوا المعجون، الدعاية في الأول بيجي حاجات كده زي الحشرات بتخش السن، بعد شوية بيجيبوا المعجون والحاجات دي تفشل أن بعض الحشرات أو بعض الآفات تفشل أنها تخش، وده رسخ معلومة غلط يا أخوانا. تسوس الأسنان ما هي سوسة، يعني ما هو حشرة زي السوسة بتاعت المحاصيل، هو عبارة عن تفاعل كيميائي ينتج عن أن البكتيريا الموجودة حول الأسنان موجودة في حاجة ثم الصفيحة الجرثومية ملتصقة على الأسنان، هذه البكتيريا بتتغذى على النشويات والسكريات وتنتج لنا حامض، الحامض ده في وضعه ده بيتآكل لنا الأسنان زي التآكل مثلا موية النار للمواد العضوية، نفس الفكرة أنه هو تفاعل كيميائي ينتج عنه نخر الأسنان، وهو مرض مستمر، يعني من يبدأ بيستمر إلا في المراحل الابتدائية خالص ممكن بالمكافحة بتسوق المعجون ولا الاحتمام ممكن يقيف، لكن مجرد ما بدأت النخرة وبدأت الثقوب والتعاكل الأسنان بيقى ون وي، ما عندك طريقة بعد إلا تمشي طبيب الأسنان يعمل لك النظافة والحشوات ونص أنه بدأ ما بقيف تاني. وهو طبعا بيبدأ كتسوس على سطح المينا، السطح الخارجي للسن، هو صلب جدا، وفي الأول بيكون ما في أعراض، بيكون ما في أعراض، وانه المريض يقول لك يا اخي مرات بيجي العياده يقول لي اغسل لك سوس، يقول لك لكن ما بعلمني دي المرحله الممتازه للعلاج، لانه في حاله زي دي هو سطحي يكون بس في صفحه في مينا الاسنان، بعد ما التاكل يستمر حيمشي للعاج، العاج دي شويه حساس فيه نهايته فيها اعصاب وقريب من هو المحيط بلب السن، عشان كده بتبدا الالام، والالام تبدا شويه مع السكر مع المويه البارده، الالام بتكون في البدايه في شكل لزعه بسيطه، المؤثر مشى، السكر او الحاجات الحلوه او الحاجات البارده الحاجات الحاره الالم بيروح، بعد ذلك ممكن يقعد يستمر لفتره طويله، وكل ما تتاخر كل ما انه تفاقم المشكله مشى على الاسنان. وتسوس الاسنان يا اخواننا من اكثر الامراض الشائعه عالميا، يعني ممكن يكون أكثر مرض شائع، والسبب الرئيسي بتاعه يا أخواننا أنه بيزيد مع المدنية، يعني أكثر مرض تاني مثلا بروف ذكر الملاريا، الملاريا ممكن مع المدنية والتقاوم والنت عندهم طريقة مكافحة، والأمراض البكتيرية والفيروسية والطفيلية التانية بتطور الإنسان بتقل، أما تسوس الأسنان بالعكس، ليه؟ لأنه مرتبط بالحياة المدنية، ما يتناول الإنسان من سكريات السمكريات المصنعة والغير مصنعة وكل الأشياء دي بتزيد، يعني إحنا أذكر زمان لما تخرجنا ما كان بالعدد ده هسه حاليا زاد خاصة بين الأطفال. نعم تمام. طيب دكتور نبدأ بحيث انتهى دكتور محمد علي،
الزيادة المضطردة، يعني إلى ماذا تعزون الزيادة المضطردة الآن في المستشفيات العامة والعيادات الخاصة؟ فيها تكدس كبير جدا جدا للمرضى بتاعين اللي بيعانوا من مشاكل صحة الفم والأسنان، إلى ماذا؟ والله الحياة المدنية اللي جابت مصانع السكر كثير عندنا في كنانة وحجر سلايا وعندنا الجنيد وتطور، يعني مليط كده في السودان بس. وأما هو جابوا لنا السيفن أب والبيبسي كولا والميرندا وكل المسميات بتاعت المشروبات اللي هي الغازية واستعمال الجاتوهات والنواعم. ما زمانك كان خشن، يقال انه تسويس الاسنان كان غير معروف عند الرجل الاول. الحياة البسيطة اللي هي لما ابتدى الانسان من شاء الانسان، الاكل كله كان اكل ليفي وكان خشن ويمكن ما مطبوخ كمان. فحس الحياة المدنية جابت مشاكل، كان في السيارات جابت حوادث كثيرة، الزلط والطرق القومية وغير القومية جابت مشاكل في داخل المدن جابت مشاكل. هنا كمان الحياة المدنية واستعمال اللي هو النشويات هي العدو الأول. فاحنا طبعا يعني 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 الأبيضين السكر والملح الاثنين مشاكل لصحة ابن في صحة ابن آدم. فاستعمال ازدياد استعمال السكر واستعمال وازدياد استعمال النواعم اللي هي من الايه، سواء كان العيش نحن بناكله، سواء كان الكيك وكل النواعم والشوكولاتات. يا جماعه الناس في السوبر ماركت، انا لو يكون ماشي سوبر ماركت اشوف الناس لما يشتروا يردموا الشوكولاتات والحاجات يعني والتوفيز، انا يعني ما حقدر اقول حاجه لكن عاين، لانه ما في توعيه، ما في توعيه انه التسوس التسويس ده سببه انه النشويات هي العدو الاول. والسكر السكر السكروز اللي بنستعمله نحن حس الان في شراب الشاي والقهوه وفي اشياء كثيره بتستعمل دي هي العدو الاول. فالخلاص منها هو يعني انت عندك ثلاثه حاجات، اللعاب بتاعك الميكروبات، والسين بتاعتك السين ذات التكلس يعني درجه اولى درجه ثانيه، طوب نمر واحد طوب نمر اثنين، اذا كان احيانا بعد مرات التكلس ما كامل وزياده لانه على الاكل انت بتاكله وعدم التنظيف بتاعك، الثلاثه دي لما يتفاعلوا مع بعض بينتج اللي هو الاحماض اللي قالها دكتور محمد علي، والحامض ده بينخر السن اللي بيعمل يزيل التكلس وبعدين يهدم الجزء العضوي من الاسنان. الان في الاسنان فيها جزء عضوي وجزء غير عضوي، دي الاملاح الجزء الغير عضوي والعضوي عباره عن بروتينات، يهدمه خلاص نخره قده في المرحله الاولى ما بكون مؤلم ما بيجو لانه ما بيألم، لما وصل المرحله الثانيه في العاج يبتدي يتألم كما قال الدكتور محمد علي، مع الساخن مع البارد مع الحلويات مع السكريات بزوال المؤثر يجيب ثاني هو يصحي. لا من امبارح بالليل ما نام حتى يجي، ليه؟ لانه برضه الناس ماخذين طب الاسنان ده بس قلع، المفهوم ده ما تغير لحد الان كثيرا يعني. ونحن ما بنقدر نقول لكم فهم الناس، الزول دائما يتحاشى طبيب الاسنان. نعم. لانه شوف المساله المؤلمه جدا، لكن كده خلينا مساله انه ما بألمه ما مدى اهميه الكشف المبكر والدوري المراجعه الدوريه يعني. نعم. هو طبعا التسوس زي ما ذكرنا في الاول واكد بروف عبد العال انه التسوس ده لما يبدا بيبدا سطحي خالص والمريض ما بحس به، وغالبا بيكون في اسطح هو ما شايفه، في اخاديد جوا السين بين فوق او بين الاسنان ما بشوفه. ده لازم يطبيب الاسنان، طبيب الاسنان بالاجهزه البسيطه عنده بالمرايه والمجسات دي بيعرف انه، واحيانا بيحتاج يعمل اصوار اشعه بيعرف التسوس المبكر. التسوس المبكر يا اخواننا علاجه سهل من ناحية التقنية، ما بياخذ زمن ورخيص ومضمون النتائج اكثر من مثلا المرض يمشي من الـ من الـ من المينا ويمشي من العاج يصل عصب الاسنان ويكون الاسنان المريض ما ساهر، وغالبا المرضى بيجوا في مرحله زي دي ما ساهر، ده معناته شنو؟ معناته السين الشديد القوي دي نحن مسلمين. نعم. بيجي لكم الشديد القوي ما نام الم وخلاص حياته دي فتحت حتى بعدك بعرف سكتكم بالضبط. بعد ده صعب الحياه عليه وصعب علينا نحن، لانه علاج جذور جلسه جلستين ثلاثه جلسات اربع جلسات، بعد السين ذات وبعد ما عمل علاج جذور محتاج انه تعمل له حمايه، لانه بعد ما يشيل له جذور بيكون ضعيف شويه، تعمل له تلبيسه وتغطيه وبيكون مكلف وماخذ زمن ونتائجه ما تكون زي الحشوات العاديه. عشان كده بننصح المرضى يا اخواننا لما نمشي لطبيب الاسنان حتى لو ما مشى دوريه مشى لاي سبب ثاني يخلي يلغي نظره على جميع الاسنان ويبدا معه برنامج بتاع علاج. حشوه الاسنان ممكن تكلف ربع قيمة أو أقل من علاج جذور الأسنان والنتائج أكثر ضمانا. كم مرة في السنة يجيكم؟ إذا زول دار يبقى زول راقي وفاهم وحافظ على ست شهور. كل ست شهور كل ست شهور يجي طبيب الأسنان
والحمد لله زمان قدم طب الأسنان أخوانا كانت قليلة في السودان هنا ولله الحمد، جامعات مستشفيات عيادات خاصة بقت متناول الجميع. يعني بعد إلا المواطن برا ما يمشي يسأل عن النصيحة أو ما يمشي يراجع، لكن بقت متوفرة جدا لله الحمد. طيب بروفيسور، بعض الناس يعاني من مشكلة كبيرة جدا اللي هي الرائحة الكريهة للفم، ومن ناحية تأصيلية يعني السنة النبوية نهت النزول يكون خشب معفن يقترب الصلاة، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميين وكذا، السبب وراء الروائح الكريهة دي؟ أنا والله الحقيقة أنا ما يوصل الكلام هذا لي وسريع حجي هنا، فأنا أقول ألبمنا الناس من جاي لطبيب الأسنان هو الخوف يا جماعة، والخوف غريزة، وإحنا عارفين إنه 80% من الناس بيخافوا من طبيب الأسنان، و 20% ما ممكن نقدر نلمسهم إلا نوديهم تبنيج كامل في المستشفى بنجونا ومو حتى بعدين تعمل لهم حاجة. فيا جماعة في بقت في تقنيات وفي طرق حديثة الآن لتطمين الناس، ممكن أول مرة ما تعمل تقول لنا حعمل لك كده وسوي كده، اللي هو يعني اللي هو تزيل اللي هو الضغوط النفسية اللي هو عنده عشان تزيل التهول للمسألة تفهمه وتشرح له، وبعدين المسألة لما تكون يدوك شوية بنج أنت ما بتحس. فيعني ده الفرق بيننا وبين الناس تاني بيخدوا سماعاتهم ويخدوا أنا فوق بتاعه لما ما في حاجة بيجي لنا يمشي المختبر يشيله من الدم ده بيطعنه، لكن احنا فنحن دائما ابدا الابره بتاعتنا دي بالناس اهوى من ديك، لانه غشاء المخاط ده ارقى كثير جدا من الجيل اللي بيطعنوا فيه. لكن في خوف تاريخي، فاحنا كنا نذكر في واحده من العيادات لما كنا في بريطانيا من 80 ل 84، فالمواطن البريطاني لما جات قالت I'm afraid of the dentist, even the queen is afraid of the dentist. طبعا مسألوا معالة هناك الملكة، فقال قال أنا بخاف من طبيب الأسنان، وحتى الملكة بتخاف من دكتور الأسنان. أنا كده من جوا جوا وثلاثة من جوا جوا كده وثلاثة تشرفنا يعني فهي يعني هو الخوف تاريخي غريزة، لكن نزع الخوف ممكن، وبعدين الخوف ده الواحد بس بيأخر الشيء، بيأخر يعني أنت الموضوع ده بتأخره لمرحلة أصعب بالخوف. فيعني انت ما تجي تقول لا انا ما داير اشوفك، كله داير نوم، ما نوم بنعمل الفحوصات اللازم من الدم والبول وكل الابلاغ قبل العمليات، ندخله تبنيج كامل نوموه وبعد ذاك يعملوا اللي عملوا. لكن هي طبعا الحشوات ما ميسورة انت تعملها يعني الا في حدود ضيقه تحت بنج كامل، علاج الجذور ما ميسور انت تعمل، القلع وما ادراك وفي اشياء جراحيه ممكن تعملها تحت بنج كامل وذاك في حدود ضيقه برضه، لانها يعني ما 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 زي شخص فاتح لك فمه ويقول لك اغسل فمك سوي كده وتنفخ، يعني ما ميسوره في التبنيج او البنج الكامل او التخدير الكامل. نمشي للموضوع بتاع الرائحه الكريهه. الرائحه الكريهه دي اما تكون منشا من الفم، اما منشا من اماكن اخرى. الفم والبلعوم واللوز والحلق ده كله بيساهم، ففينا في الفم ممكن الاكل اللي انت بتاكل البصل والثوم معروفين، واشياء اخرى من الاكلات اللي احنا بناكلها فيها روائح، حتى منعوا اكل البصل يوم الجمعه عشان ما يتاذوا الناس اللي بتصلي معاهم انت. انا صيبه باكل حسي بصل خالص بالمره، لانه ظروف العمل بتاعتي انا مع العيانين ما بطلته كله يعني اصل خالص، يعني يمكن في اليوم الخاص بي ذاته يمكن انا خليته للدرجة دي كويس. فبعدين الالتهابات الموجودة في اللسة والمدة اللي بتطلع منها والدم والمخلفات كلها، لأنه اللسة مرضانة مواد جيرية قاعدة بالكوم زي الكلس اللي بيكون في الكافيتيريا بتاعت الشاي. الكافيتيريا دي لو عملت بها الشاي في مياه عسر فيها ملح كالسيوم وغيره بيترسب الكدوب ده، إذا ما حكم الأسنان بتكذب لأنه اللعاب ده فيه ملح بتاع كالسيوم وفوسفور وأشياء كثيرة، يعني أشياء كثيرة موجودة. والبكتيريا اذا تعمل صمغ والصمغ ده يلصق ود يوم يومين اللي هو اللين داك زي لبة العيش وبعد ذاك يتكلس يستوي، اما حقطع من الاسنان دين بيكون سبب في تدمير الانسجه الداعمه لسه وما بعدها، والاسنان بتقوم تتلخلخ ولا تتخلخل، وبعد ذاك دي سبب من سقوط الاسنان بتقوم. والرائحه النتنه دي الاسباب الموضعيه، والناس التبغي والصعود ديل يعني ما يفتكر انه رايح الفم مع كامل احترامي لهم لمزاجهم ولا يعني الكيف حقهم ده، لانه الطبخ كله كان سيجار ولا اذا كان صعود ولا اذا كان غليون ولا اذا كان شيشه، كل هذه بتعمل روائح غير طبيعيه، فدي كلها روائح مغززه مهما احنا قلنا. واحد من الاسئله اللي وردت لي في وسائل التواصل الاجتماعي بتقول واحده
هي مهما تتسوق بتتسوق 3-4-5 مرات في اليوم وخشومه معفي. ما هو دارف اسباب مرات في اسباب نفسيه هي يمكن ده خيال منها. احنا ما طبعا بيش احنا عندنا احنا مقاييس الاشياء دي بالشمل مباشر واشياء اخرى موجوده على السن وفي كان والمؤشرات توريك انه في روائح غير طبيعيه. لكن في ناس والله عندهم خيال يقول لك انا خشمي ضعفين. طيب مشينا من حاجه اللوز اللي بتلتهب 4-5-10 مرات وشايله مده دي كلها بتعمل وفي اورام بتكون في البلعوم وفي غيرها خفيه والناس بيرجعوا بعد مرات المريضه بعد مرات اللي هو عدم الكفاءة بتاع التمرير في القفلة بتاعتها مع المعدة بترجع بعد مرات. فيعني في أشياء كده من أماكن أخرى برضو ممكن تجي ناس الفرنجية البوجة الأكياس اللي بتنزل من يعني مشاكل جراحية يكون في كيس جانبي الأكل ما بينشي المريء لكن برضو بيخش في الخز في البوجة دي الكيس ده اللي بيكون جنبي اللي هو في 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 البلعوم دي فبيتجمع هناك ما بيتهضم وبعد يومين ثلاثة بيعمل ايه تخمير والتخمير بيطلع روائح نتنة. دي احنا تجاوزنا مرحلة البلعوم والفم مشاكل الفم ولا مشاكل الموضعية. الناس اللي عندهم سكر برضو بعد مرات السكر مختلي وفي خراجات زي ما بتطلع خراج في الجسم في جلد وفي اماكن اخرى ممكن يكون في خراريج موجودة وتطلع روائح نتنة. مشينا على تحت والله في الامراض اللي بتاع جهاز التنفسي ممكن يكون في الرئة في عندهم بؤر صديدية في الرئة تنبعث الأرياح دي من المعدة منتمزة الأرياح دي. الناس اللي عندهم سكر ما قلنا برضو رائحة الأسيتون بيجي مارك. الناس اللي عندهم في الكبد مشاكل أمراض الكبد برضو في أرياح نتينة بتطلع كويس. والناس اللي عندهم سرطان خفي أورام خبيثة وصلت مرحلة إنها الأنسجة دي بتتموت وبتفرز إفرازات ورائح غير طبيعية. رائحة طبيعية إما موضعية إما من أماكن أخرى وإما نفسية في الآخر طبعا الجانب النفسي برضو طبعا الناس اللي عندهم أمراض نفسية فذين لا يعلمون ولا يعلمون أنهم لا يعلمون مشكلة إغناءهم صعب إذا كنت بدعم النفسي يعني تقول أنا مرحلة الوسواس الغائب يعني أنت قلت لا أمشي الطبيب بتاع الصحة النفسية إحنا بقينا ما بنقول الأمراض النفسية لا عصبية لأنه تم تعقدون فبنقول لهم والله الصحة النفسية هم الصحة النفسية دي ذاتها ماسكينها مسكة سلبية شديد يعني ما الواحد زي ما بيمرض عضويا بيمرض نفسيا المقلق والما بينوم والبخاف من الموت خاف من المجهول ده ما كله نفسي ماله الناس يا ابو الكلام ده احنا قدمنا عده حلقات وفي طيبه يعني لنا برنامج كامل اسمه مد وجزر اسبوعيا يتناول القضايا بتاعت الصحه النفسيه ونحن بنحيي الدكتور مقدم البرنامج. طيب دكتور احمد علي اذا تناولنا التسوس واحد من الامراض الاكثر شيوعا مشاكل اللثه او المشاكل الانسجه المحيطه بالسن طبعا مشاكل اللثه هي برضو من الاسباب الرئيسيه لرائحه الفم الكريه يعني التسوس ممكن هو ما عنده رائحه لكن اذا بقت كافيتيز او نخر كثير وخزن اكل ممكن يعمل رائحه فم كريهه بسبب انه بخزن اكل وبيعمل نفس الوقت تعفن وتخمير الاكل ده. اما اللثه الملتهبه هي عباره عن انسجه لما تلتهب اللثه في انسجه بتموت وهذه الأنسجة بتديك الرائحة النتنة. وغالبا يا أخوان الناس اللي بيجوا العيادات بيشتكوا من رائحة الفم الكريهة غالبا حسب تجربتي أنا بيكونوا آثار نفسية لأنه الشخص اللي عنده مشاكل زي دي بأول حاجة بيتسوق وبحاول ينظف فمه وبكده الرائحة بتزول. أما أنا لاحظت أنه معظم الناس اللي بيجوا ديل بتلقى فمه نظيف جدا أول ما يفتح فمه وتفتش تلقى ما في حاجة تعرف أنه انت بعرف ما بتكون شامي حاجه بتحاول زي ده بتعملوا تطمينات وزيارات متعدده وتحاول تقنع من الاول نقنعه انه مشكلتك دي مشكله ما عندك حاجه فمك نظيف ومشيت تنظف تقول له بقى عند النظافه بتاكد له السبب عشان كده انت من الاول تواجد تقول والله يا اخي انت ما عندك حاجه بس. وبعض الحالات بتجيب بعض نديهم بعض العلاجات وبتدي نتائج كويسه. اما امراض اللثه هي سبب رئيسي لروائح الفم الكريهه. واللثه زي ما شرح البروف انه هي عباره عن بسموها الانسجه المحيطه بالاسنان مغطيه باللثه اللي احنا شايفينها. السين ده حواليه عظم والعظم مربوط بالانسجه او اربطه تربط السين مع العظم واللثه. الالتهاب لما يجي التهاب اللثه من علاماته بتكون في احمرار في اللثه لما يكون شديد شويه بيكون في دم بينزل دم ايوه لانه البعض يشتكي لما هو يتسوق بيلاحظ انه في دم نازل. نعم تمام دي مرحله متاخره من علاج اللثه من التهاب اللثه بتديك دم ولما تزيد زياده بتتورم وممكن تعمل لك لخلخه في الاسنان لانه اللثه المرض ده شغال بياكل العظم تحت
زي مثلا التسوس بياكل السن في حد ذاته، حد ذاته ده بياكل العظم الماسك السن، عشان كده الاسنان بتبدا تتحرك. ومن الحاجات يا اخوان الغريبه هو غير مولم، ودي من مشاكله انه غير مولم في يعني زي ما معه خراريج مثلا ممكن غير مولم، والانسان بيفقد اسنانه ويك في متاخره انه الاسنان متحركه. وفي حاله زي دي يا اخواننا العلاج بيكون صعب، ودي ممكن نكافحها نحن بالعلاج الدوري للكشف الدوري للاسنان، لانك انت مع الكشف الدوري طوال بيقوم تعمل نظافه للاسنان واذا تزالت اي مواد جيريه، ووصف بعض العلاجات. نعم. وهو طبعا المرض الثاني يمكن يكون شيوعا في بعد تسوس الاسنان. نعم. طيب بروفيسور، احنا دارين تنصح لنا الشخص المصاب لحد ما يجيكم، لانه قد دائما مشاكل الاسنان تداهم الشخص في ساعات متاخره، لو في البيت في مساحه انه في حاجه يعملها، لانه في ناس الان نجيك من اخره يشيل لي سفه تنباك خده، يشيل لي قرنفل، يمسك حبه بنادول، ينقط مويه نار. والله طبعا العلاج التقليدي كان زمان، طبعا في ناس كثيرين يتعلموا الصعود وجع الضرس يعني كبسوا له مصعود في ضرسه عشان نسكت عنه، لا كان الزمن داك ميسور بنادول ولا 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 اسبرين ولا اي مهدئ، ويمكن ما سمع في متناول يده وما كان في طريقه. حسي الان انا انصح انه يعني هي امراض لسه، والحاجات دي امراض يعني ألمها خفيف، الا لما قال دكتور محمد لما يكون في خراجه هو بينتح، لكن السوس خلوا عندكم زيت قرنفل، في زيت قرنفل موجود في الاسواق، موجوده في الايه في العطارات، في سوبر ماركت موجوده. فيا اذا ما لقي زيت القرنفل خلي في قرنفل عندك، قرنفل عديل تمضغ القرنفل ده، القرنفل اللي فيه ماده بتهدن لحد ما توصل دكتور الاسنان. اما لا انصح لنا بموية النار، طبعا موية النار دي لو وقعت في اي حته بتحرق كل اللي حولها بتتحرق كويس، فزيت القرنفل هو العلاج اللي يكون في متناول اليد، بجانب طبعا المهدئات الواحد دائما يكون عنده شويه بنادول شويه اسبرين. وفي ناس بيقوم يبلع لك حبه واحده بتاعت بنادول اعتقادا منه واحده بتوقف، يا جماعه اثنين اقل اثنين ما بوقف، ان كان في الاسبرين او 500 ملي جرام، ان كان ما اثنين ما بوقف، لانه الجرعه لو ما ارتفعت للمستوى فابلع اثنين كل اربع ساعات ادي، وابعد من السخن الشديد والبارد الشديد، لانه بعدين حصل دكتور الاسنان في اقرب مكان ثاني يوم من في، واذا كنت مسافر ولا حاجه لحد ما ظروفك تنجلي ده هو الحل. ما نحن بقول لك المواد اللي بفتح خشم البقره، واحد من الميكانيكيه ده الضرس المه وقلعه ثاني يوم توفى. ما زمان على احنا نتذكر لما كنا في احنا صغار وفي الغوره، طبعا المزارعين كان بيجيبوا مسمار يا المنجل حقه، المنجل في مؤخره في نهايه المنجل في حاجه كده اللي هو بيغرزوه في 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 في, في الخشب عشان يخطوه فوق النار يحمره، يجر الخد على بعيد يخطه هناك طشششش يقتله عشان يموت، لما يموت بيسكت يا اخوه مجضل وقاعد، ما كان عندهم وسيله. وكل يوم كان الناس منفوخين مالك ولا عنده وجه دروس لابخنه بحاجه، وكل لما يتقدم يطلع. فالحمد لله حسن يعني الخدمات متوفره في معظم الاماكن، معظم الغرى والمدن، يعني انت بتلقى احد في متناول اليد يقدر يحل لك المشكله بتاعتك دي. فانا الناس في نعمه حسن الان، اذا قارنا في الخمسينات والستينات احنا شفنا الكلام ده، يعني الناس كانوا تعبانين جدا. دكتور احمد علي، احنا دين الاسلام دين نظافه. نعم. والحمد لله عندنا رؤيه واضحه في عدد السواك، في انه لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه. يعني لكن في ناس مع الخمسه دي داري بكتر، هل من ضرر جراء الاكسار من التسوق؟ يعني الناس اللي عندهم جزء نفسي ديل تلقى الزول ده بس يتلفت كده خش الحمام طوال يسوق اقل يسوق. والله انا يعني المبدا وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم، شوف قبل 1400 سنه او 1450 سنه. نعم. والمبدا انه النظافه خمسه مرات دي تكاد تكون يعني خطها الماكسيموم الدرجه العليا، لكن احنا هنا في السودان يا اخواننا للاسف الشديد الناس بيتسوقوا، ويكاد ممكن يكون مثلا شعب السودان من اكثر الناس اهتمام به، لكن عندنا بعض الملاحظات، الملاحظه انه بيتسوقوا مره واحده من الصباح. يعني انا من هذا المكان بقول يا اخواننا السواك مفروض يكون مرتين على الاقل في اليوم، مره ودي الاهم قبل النوم لإزالة جميع بغايا الأكل، لأنه يا أخواننا التسوس مبني أنه البكتيريا تقعد ملتصقة في الصفيحة الجرثومية عشان تتكون دائرة وقت، أنه يكون الحامض بتكون البكتيريا يكون موجود على أسنان فترة طويلة، وده ممكن يكون بالليل
بالليل طبعا من تنوم لحد ما تصحى بيكون البكتيريا اشتغلت عملها وينتج كمية كبيرة من الحامض وبدأت عملية التسوس من غير ما يحصل لها أي كسر للحلقة. انت اذا سوقت بالليل بتزيل كل الصفيحة الجرثومية وكل بغايا الأكل وبتكون مثلا البكتيريا ما موجودة على سطح الأسنان وبتكافح التسوس بطريقة أكتر، وبعدين من الصباح تسوق مرة ثانية لإزالة خلوف فم النايم مثلا والدعم اللي تسوق الليل. ويا اخواني لو انت سوقت بالليل اخذت لك مثلا 4 دقائق من الصباح، لو ما كنت دوام بتحتاج تاخذ 4 دقائق حتاخذ دقيقه او دقيقتين لانه حيكون فمك نظيف. وجرب عندك من الصباح بتكون فريش اكثر. عشان كده احنا بنقول مينيمم التسوق يكون مثلا بالليل قبل النوم وبعد الصباح. وإذا أكلت أي أكل لزج مثلا شوكولاتات، بروف جبيل قال إذا لا تأكل شوكولاتة أكل شوكولاتة، ما بنحرمك خالص إذا ما قدرت أخليها، لكن مثلا طيب بعد ما تأكل شوكولاتة طوال مقاطعة نسمع نعم. تلفون وبعد ذاك نواصل. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عمر أبو قرون شرق النيل، إحنا بنحييك وبنحيي ناس شرق النيل، تفضل يا سيدي. الله يديك العافية عليك. أرفع علينا صوتك شوية يا عمر. اي نعم سؤالين ان شاء الله لك. تفضل يا سيدي. اي السؤال الاول بالنسبه للاطفال في حاله اذا كان طفل عنده جاو تسوس والتسوس والاسنان اللبنيه وتم خلع الاسنان ممكن ثاني تقوم ولا ما بتقوم؟ ده السؤال الاول. تمام. السؤال الثاني نحن عندنا دكتور محمد في شرق النيل في ملوحه في المياه في شرب تحديدا من الابار، ودي يعني اثرت على الاسنان، عملت طبقه صفراء يعني واضحه جدا، غيرت من الوان الاسنان حتى لا معجون فلورايد ولا غير من المعاجين الطبيه ممكن تزيل الصفار بتاع الاسنان. فدارين نشوف الليله جهه الاختصاص، يعني مثلا نحن في حاله زي دي المواطنين يعملوا ايش عشان يزيلوا الطبقه بتاع الصفار الناتجه من الملوحه دي؟ فهل اذا ما تمت ازالتها هل ممكن تكون عندها تاثير على المدى البعيد بالنسبه للثه والاسنان من الالتهابات خلاقه من امراض الاسنان؟ فجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نسمع التليفون الثاني يا اخونا عمر، ده مرتب جدا في اسئلته يعني دائما كل ما يتصل عليه. تفضل. الو السلام عليكم. السلام. محمد من الفاشر. الفاشر ابو زكريا. نسال الله سبحانه وتعالى ان يستتب الامن في دارفور وفي اي مكان من بلاد المسلمين في العالم. الله يبارك فيك يا اخونا. تفضل. التحليل وانا الطيبه يعني الاساتذه الاجلاء. وانا اساسا عندي مشكله كبيره في الاسنان دي. يعني طالع قريب 5 ضرس. يعني ما اعرف انه هي حاجه من تكوين الاسنان ولا شو. انا زمان كان بشرب مويه بارده كده بحس بالالم. وبالصوت صراحه مش يعني. ف دائما بتحصل فلوس يعني دائما قبل ما اجتهد فيه بلقى السن اتوتر. فما عرفت يعني بمشي للطبيب، الطبيب جاي بيقول لي الالم وين يعني انت الالم بتاعك وين؟ حتى باقي الفم ما بشوفه يعني. بس بيقوم بشوف محل الالم على حسب الحاله بيقوم بعالجه ثاني، بس ثاني انه في حاله ثانيه. دكتور محمد اذا تقول معه حاجه او تتواصلوا معه معروف. الله ينور. الاولاني ذاك على الاطفال كويس. لا ده محمد كويس يا محمد، ان شاء الله تسمع تعليق وردا على الاسئله. يعني نسمع انا شو عابدين، ارفع الصوت بشويه. السلام عليكم. سلام ورحمه الله تعالى وبركاته. معك عابدين من القطينه. عابدين من القطينه، اهلا وسهلا. انا عندي الام في اللثه كذا، وبعدين عندي 3 اسنان كذا خلعتهم، وعندي واحد عملت له حشوه كذا وما رجعت، كل مره الحشوه تطلع منه. طيب كويس، ان شاء الله تسمع التعليق يا عابدين. ان شاء الله خير. طيب نرد على 3 تلفونات دي وبعد ذاك نواصل وانقطع من الحديث. يا بروفيسور عمر من شرق النيل بيتكلم عن الاطفال تسوس الاسنان اللبنيه وتاني بتقوم ولا لا، وعندهم مشكله في الملوحه المويه مالحه يعني، والوانهم اسنانه الوانه متغيره، مع انه الاطفال الان في كل العالم اهل يعني في السودان خصوصا يشرب لبن مسكر ياكل شوكولاته وينوم. تعليقا على ذلك.
طيب الاخ الاستاذ عمر، والله الحقيقه الاسنان بتاعنا الاطفال دي لما نقوم في 6 شهور حدث، طبعا الناس بينتظروا سنن ولا ما سنن، مشى ولا ما مشى، يتكلم ولا، يعني هو حدث اذا ما سنن بيكونوا مقلقين. لكن انا داير اقول اباء والامهات واولياء الامور لما السنين ديل يا دوب يقوموا والناس بيكونوا منتظرينهم، يجب من الوقت ذاك العنايه بالاسنان الاطفال. هذا الطفل ابو 6 شهور ده لا يستطيع ان يعتني بسنينه ديل، لكن اسنان الاثنين ديل الواحد ممكن يشيل شويه قطن بحبه معجون كده يدعك السنين ديل الصباح مره في المساء مره. أهان الأسنان بتقوم تاني على مراحل من 6 شهور وتاني ولحد 2.5 سنين بكمل الأسنان اللي هو الطقم 20 سن بتاع لبن فوق وعشرة فوق عشرة تحت اللي هو ده 20 سن عدد الأسنان بالنسبة للأطفال. أهان الناس الكبار 32، فالعشرين سن ده نحن محتاجين لهم عشان الطفل ده يمضغ كويس، عشان يتكلم كويس، عشان يهضم كويس، عشان نمو طبيعي، وبالتالي ده نمنع السوس منه. الآباء والأمهات يا جماعة ولي الأمور عن جهل يسمحوا لي اقول الكلمه دي لان ما وعيناهم من هنا. الواجب على الناس اللي مختصين واللي اهل الشغله مفروض يوعوا النازل انا بالتوعيه وراتبه على السن، وهم يكونوا عارفين انه الاطفال دي مسؤوليتهم لحد ما يستطيعوا ينظفوا فمهم والاسنان بتاعتهم بكفاءه، وده ما حيكون قبل 6 سنوات ولا 7 سنوات من العمر. يبقى الام والابو يلي اثنين سوا الاطفال ديل هم يفرش لهم اسنانهم ديل الصباح مره ها وبالليل مره، مين اسنان ظهرت في 6 شهور لحد ما الطفل يستطيع ان يفرش اسنانه بكفاءه. والكفاءه دي ذات تختلف من شخص لاخر. الاطفال برضه بعد 7 سنين 6 سنين برضه يا ولد انت سوك صح ولا لا؟ ممكن اقول لك انا بسوك ما يعملها، فهي مسؤوليه. ده اللي منع التسويس، منع امراض الاسنان دي، والفك ذاته لا ينمو طبيعي اذا ما موجود فيها الاسنان. هسه كان في طفل من ولد احنا شلنا اسنانه كله من اسنان اللبنيه شلناها، ولما نديك كلها برضه شلنا من جوا، هم لما يكون براعم الفك بتاعه اصلا هو حيكون فكه حيكون صغير. فاقول شنو؟ انه الاسنان نعم بتقوم، لكن احنا عاوزينها تحفظ المكان للجايين فيه، لانه اسنان المستديمه تكون تحت منها براعم، السم تتهزهز لما تتاكل من تحت، لانه ياكل لما يزقها شوي أن يطلع في محل الطبيعي بتاعه. واحنا عاوزين عشان ياكل به، عشان النمو الطبيعي، عشان النواحي النفسيه كل الكلام الظهريه تكون طبيعي، احنا دايرين الاسنان دي نقعد لوقتهم لحد ما يتبدلوا لحد 12 سنه تبدلهم واحد بواحد، وما كلهم بيقعدوا في وقت واحد. يبقى يا جماعه مسؤوليه الاباء والامهات اولياء الامور المحافظه على هذه الاسنان بطرق الوقائيه. بعد ذاك برضه يفتحوا خشوم العيال دي، ما الواحد يفتح الطفل بتاعه ده لما يجي يفتح خشمك انكشاف له سواد ولا انكشاف فيه نخري، يجيب دكتور اسنان هو ذاته المفروض يزوروا دكتور اسنان. يا جماعه هناك في بلاد اخرى الاطفال لسه هم صغار بيجيبوهم عياده بتاعت الاسنان عشان هو يتعود على البيئه، دكتور اسنان شكله كيف والممرضه كيف والحالات الموجوده هو عنده الذكاء عشان ما نخلق الحاجز بينه وبين أيوة. الكبير بعدين احنا معظم الاطفال هنا بيجونا لما امبارح بالليل ما نام ويكون مورم ومتالم، لما نجي هنا بيتعق اذا كان طعنوه كمان وعملوا له حاجه مؤلمه ثاني بيكره الاسنان وطب الاسنان للابد. احنا دايرين علاقه بناها، لكن داير يتطلب مجهود من اولياء الامور يجيبوا الاطفال دول دوريا ويعمل لهم طرق الوقايه، حسن جلسات الفلورايد وحاجات كثيره بتعمل وقايه عشان ما يسوس الاسنان بتاعت. لكن الناس كثيرين في زحمه الحياه يقول لك والحمايه في عدم الوعي موجود، في زحمه وفي الصهينه موجوده. وحتى الناس الكبار يا جماعه احنا نقول للناس نسوكوا مرتين على الاقل في اليوم، يقول لا انا ما عندي وقت، يا هي ما 5 دقائق يا جماعه. اصل العنصر النسائي ده، العنصر النسائي ده بيجيب قدام المرايه دي يتمكيجوا كم مره، عندهم حاجات جواد منها وكم مره قاعد يعملوا. الواحد يعني يبخل على سنونه ذي 5 دقائق او 3 دقائق بالليل والصباح 3 دقائق، ان واحد قال لي انا ما بسوق الا مره واحده في الليل، مره واحده انا حقول سوق بالليل حقت الصباح ديك، اصلا من الصباح ناس بيعملوا اوتوماتيك بتاعت العصريه ديك فنجره كويس هاي. عشان رايح تلفون بعد ما هو نام، ولكن بتاعت الليل ديك زي ما قال دكتور محمد علي بالليل اخطر فتره 7 ساعات 6 ساعات بتنوم انت، البكتيريا شغاله والخشم ذاته حركته بتقل واللعاب بقل وزي المياه الراكده. وبعدين السودانيين يا جماعه ما عندهم المعينات الاخرى، حدهم معظمهم الفرشه بتاعت الاسنان ويا المسواك. يا اخوان الخيوط السنيه المعينات كثيره موجوده في الصيدليه، والصيادله برضه الاخوان الصيادله ما مساعديننا في جلب الاشياء دي، يعني ما بقت حاجات موجوده في بعض الصيدليات هسه ما عندها ولا عارفين الخيط السني ذاته، ده والله ما كويس في حقهم. جيبوا المعينات بتاع صحه الفم، استشيروا واحد من ناس صحه الفم موجودين في الاتحاديه والولايه موجودين، بيجي يقول لكم جيبوا الادويه الفلانيه والفلانيه. واللعاب الصناعي احنا ما لاقينه في السودان، اللعاب الدموع الصناعيه موجوده
لكن اللعاب الصناعي انا اعرفه من سنه 80 ليه تاريخنا هذا، ومن يفخش منشف من اللعاب لاسباب مرضيه ولاسباب اخرى ولا اخذ اشعاع ذري، احنا ما نقدر نقول اللعاب الصناعي خلص الا يجيبوا من برا. دكتور فجرت له قنبلتين كذا حتى أيوة. الناس سقفتهم ما عارفين عنهم حاجه، شنو الخيط اللي بتتكلم عنه وشنو اللعاب الصناعي؟ الخيط ده عباره عن خيوط عشان تنظف ما بين السنون، لان الفرشه بتنظف برا وجوا والسطح الماضغ من فوق، لكن بدها تخش بين السنون. في ناس اسنانهم اسنان صار متكئه على بعض، كل واحد بتتكئ على الثاني، فالخيط الصيني ده انت بتقطع منه قدر في 80 متر منه، في 100 متر منه، وفي حاجات كمان برضه على حوامل كده عشان تنظف بين السنون، لانه الاكل بيتلبك. حاسس الناس بس يشيلوا النخاله لما ياكلوا اللحم يطلعوا اللحم، اللحم ده ما خطر ان كان خلوك ما بيعمل حاجه، لكن الكلام في النشويات. ما خوفي كمان واحد يمسك لي خيط عادي بتاع مرتب يعني؟ لا ما هو عادي، ده خيط مخصص اسمه الخيط السني، ده انت الفلوس بيجيبوه من مصانعها مصنوعه لهذا الغرض. اما بالنسبه للون بتاع الاسنان، انا اعتقد انه منطقه العيلفون ومناطق حولها هم عندهم الماده بتاعت الفلورايد اللي هي مياه الشرب عندها معدل اكثر من الشيء المطلوب، فالذين يشربون الابار الحقيقه دي بتحصل لهم التلوين ده، والتلوين ده بالمناسبه يا جماعه حصل لما السن لسه كانت رخوه وبتتكلس بتتصلب في داخل التركيبه، الا تطحن السن ما بيطلع يعني بتلميع ولا بنظافه خارجيه ما بتطلع، فالا كان الشكل بتاعه مزعج ممكن يعمل له تمويه، في تلبيسات كده ياخذها من الخارج لصق زي البلاطه بلصقوه في الحيطه بلصقوه من قدام عشان يعمل له تمويه الشكل يكون احسن، يا يعمل لك تاج ياكل من السن داير ما يدور ويركب له تيجان، فالحكايه برضه بقت مغدور عليها على سن يصلحوا الشكل ده، فهي ما منها خطوره بل انها اذا زادت من المعدل بتشوه الاسنان بتجدد يعني بتخلي على صفار شديد ولا بيكون لونه بني شديد ما مقبول منظر، لكن في منها المايلد اللي هو البسيط، منها المتوسط، منها الشديد، فيعتمد على الدرجه، لكن الفلورايد طبعا في نفس الوقت عنده خاصيه انه يمنع السوس. دكتور محمد علي التكميل قبل ان احنا نرد على محمد من الفاشر وعبدين دارين نقول كلام، يعني في ناس مساله تغيير لون سنه ده هاجس كبير جدا، حتى يحاول تاني ما يبتسم ما يتكلم كثير بيتعقده خصوصا البنات، وده بجرنا لكلام التخلص من صفار الاسنان، والان في مواد بتاع التبييض ومفروشه في محطات المواصلات، سم الفار مفروش به هنا ومبيض اسنان به هنا والحاجات دي، طيب دارين تعليقكم في المساله دي؟ هو طبعا نرجع لتلون الاسنان اسبابه شنو؟ واحده منهم هم زي ما قال يسموها بنسميه احنا الدنتال فلوروزيس او زياده كميه الفلور في الاسنان، طبعا الفلور ده اي اخوان اي شيء ان زاد من حده بينقلب ليه ضده، الفلور ده عنده كميه محدده بس لو زاد بيسبب مشاكل منها اصفرار الاسنان زي ما قال البروف بيعمل تلوين في الاسنان، لكن يا اخواننا التلوين ده يتكون اثناء تكون السن نفسه داخلي يعني ما في نظافه سطحيه لازم يزال. والعلاج للاخ من شرق النيل يا اخواننا اذا نحن قدرنا نعالج زي ما قال البروف المهم تزيل اللون ده تعمل بعض الاغطيه او التلبيسات، لكن للاطفال وللاجيال القادمه يا اخواننا لازم الناس تراجع مياه الشرب، ودي طبعا مهمه البلديات والمحليات انه يشوفوا الكميه المناسبه، والناس بتشرب الابار دي يمكن تدون الابار الارتوازيه العميقه كميه الفلور فيها بتكون مع كويسه، اما مياه الانهار ممتازه، اما المياه الجوفيه السطحيه القريبه هم بيشربوا منها بسبب هذا التلون موجود. طبعا الواحد من داخل العياده بيشوف يقول له انت من شرق النيل بيقول لك عرفتني كيف؟ يقول له اسنانك دي احنا في المواصلات في حته بنعرفهم. في امراض ثانيه برضه بتصيب السن من جوا لكن دي ما كثيره، تلقاها مثلا زي ده موجوده في الاسره كلها لكن ما موجوده عند الجيران. يعني شرق النيل ليه كل الحله. ايوه اما دي مثلا تلقى الاسره كلها عندهم اصفرار ده معناته في مشكله في تكون الاسنان. دي برضه عميقه ما يمكن ازالتها الا بالطريقه التغطيه. في التلون السبب السجاير والصعود والقهوه والاكل والشراب ده فعل فاعل ده فعل فاعل وبعدين اصلا كانت بيضاء ولونت ده يعني علاج يا اخواننا ما بالطريقه الموجوده في يعني دي يا اخواننا مواد مضره جدا انت بتشيل وتحطها في الفرشه وبتنظف الاسنان وبتزيل اللون صح لكن بتزيل جزء من طبقه المينا وبتخلي السطح السن هو املس جدا املس من القزاز ده بتخليه خشن شويه وبيؤدي لتراكم مزيد من التلوث خشنته عشان ينفع خشنته نعم يعني انت ممكن تديك نتيجه هسه لكن
ليتر او بعدين الوضع حيرجع اسوء ما كان عليه، ونحن ما بنصاحبه تماما. في بعض المواد موجوده عند اطباء الاسنان يعني بنسب مصنعه بنسب موزونه، وممكن انت تلجا لطبيب الاسنان على اساس يعمل لك نظافه اسنان، لكن الموجود في السوق يا اخواننا دي مواد محرقه ومواد خارجه لسطح الاسنان وما بنصح بها تماما. اديك مبالغه يعني زول يا بروفيسور مش جاب الصنفره بتاعت الله من اقرب مغلق وادل قال سنين والقدام دي المعقدات انه وهو مدخن رساله له. نعم جاب لي قلت لك صنفره. ايوه صنفره احنا نقول الصنفره دي زي ما قال دكتور محمد علي بتخشن السن، انت زي المبرد اللي بردت بيه والسن ملسعه عشان تزلق الاكل دي لازم احنا دايرين الاكل يتلصق. لما انت عملت لها الخشونه دي معناتها انت لصقت الاكل اللي بتاكله واديت فرصه للبكتيريا عشان تهاجم على الضر، والسوزه عمليه يعني irreversible ما بيرجع تاني لطبيعه. السن ما بتقدر ترجع لما حصل النخر ولا السوس ما بيرجع طبيعي تاني اصلا الا كان احنا عالجناه بحشوه مناسبه. ولكن الجسم اذا كان انجرح اذا كان السكر ما منع ولا اي مشاكل اخرى عند الايام في صحته ما منع الجرح بيلتئم في خلال اسبوعين كذا بيلم تاني من جديد، لكن جرح السن لا يلتئم ولا يلم. دي حقيقه لازم يعرفها المواطن انه لابد تتحرك دكتور اسنان عشان اصلاح العطل ده خليته بيمشي على قدام. دكتور محمد علي. نعم. محمد من الفاشر خمسة أضراس، وده اللي بيخلي الناس ما يجوكم، لأنه في ناس منكم في التخصص ده مهمتهم بس قلع أقرب الطرق. خلينا نقول كلام موزون وأساسي، من يقرر الحاجة دي قلع ولا حشوة ولا إماتة جذور؟ شايف في كثير من الأحيان تشاوروا مع المريض. والله احيانا يا اخواننا هو اي طبيب اسنان متخرج بيحمل درجه البكالوريوس وعنده هو بيقدر يقرر انه السن بيحتاج شنو. ده من البيزك او التعليم الاساسي له. وبعدين الخلع علاج جذور حشوه دي طبعا بحددها السن حاله السن نفسها. يعني ما اي سن ممكن يتعالج له يتعمل له حشوه زي ما قلنا اذا التهب العصب بعد بقى علاج جذور. وما اي سن بيتعمل له علاج جذور. لانه احيانا السن بيكون تاكل والسوزه نزل تحت اللثه وبقى الجذور باقي من السن. يعني ممكن اعمل علاج جذور لكن الجذور باقي من السن لا يمكن ترميمه في حاله زي دي بيتخلع. لكن يا اخواننا للاسف الشديد في عوامل ثانيه احنا نكون شجاعين ونقولها فيها احيانا العامل الاقتصادي لانه علاج الجذور مكلف. في بعض الاسنان بتكون ممكن يتم علاجها لكن لأسباب أو أخرى المريض ما قادر يدفع حق العلاج ويقوم بإخلاعها. لكن برضو المريض نفسه مفروض يكون واعي أنه علاج الجذور ده هو آخر العلاج هو الكي. أنت مفروض توعد تنتظر السوس لأنه السوس ده عشان تكون لك عشان تصل العصب دايرة سنوات أو أقل شيء سنة عشان من تبدأ لحد ما تنتهي. إذا هو مثلا مشي لطبيب الأسنان وعالج بحشوات الحشوات اقل قيمتها اقل من القلع او زي القلع، اما على الجذور هو مكلف شويه. عشان كده ممكن الاخ عبد الله انا ما اعرف حالته هو قلع خمسه اضراس احتمال يكون مشابه هي عباره عن جذور او خلاها ما انا ما اعرف الحاصل شنو، لكن في اسباب اقتصاديه بتؤدي للخلع دي حقيقه. طيب القلع الكثير ده ما عنده مخاطر يا بروفيسور؟ وانتوا دائما بتخلوا الباب موارب، لا دارين تقول انك قلع عليك ولا غيره بس خلوا الباب موارب. والله طبعا شوف القلع ده ما انت فقدت جزء عزيز جدا من الطحانات ولا من اسنان كان قدام. كل اسنان دي ما عندها مهمات، واحدين يقطعوا واحدين يمزغوا واحدين يطحنوا. الطاحونه دي لما تروح انت اكيد حتبلع ولا حتذوق اكل ده، انت لما تمشغه ولا لما تذوقه كده ما هي متعه في حد ذاتها. في نفس الوقت انت بتحضر مثلا القناه الهضميه عشان تهضم هضم صحيح عشان تستفيد من الغذاء بتاعك دي. فنحن ضد القلع، دايرين اسنان مدى الحياه وليس بالضرورة احنا بعد 40 سنة ولا بعد 50 سنة بقيت أسناننا إذا حافظنا عليها والطرق الوقائية في جانب علينا احنا في جانب على المواطن في جانب على الدولة. وأنا والله من هنا داره بيش ناس التأمين الصحي، من الذي أعطى سمعة رديئة للأسنان من قديم الزمان ونقلوا الكلام بدل الخواجات اللي هم عندهم تأمين شامل وكامل على كل حاجة؟ نقلوا عندنا نحن يا أخوانا أنا داره أقول لك التفرقة العنصرية في مسألة كسر وكسر، كسر في الفخذ وكسر في الفك عندي واحد. أنا قبل كده في 10 15 سنة كنت في مستشفى الأسنان التعليمي جاني عيان عنده كسر في العظمة بتاعت الوجنة دي، ونحن بنعالج الحاجات الكسور دي. ديك ناس العظام ما قاعد يشتغلوا في حياتي بيشتغلوا عظام الطويلة وعظام أخرى، عظام هنا نحن بنشتغل الكسور حقتنا هنا. فأدوا أقل في التأمين الصحي من الشيل بتدور للكسر تعويض
لا في العلاج ذاته حق العمليه قيمه العمليه. فانا رسلت له طبعا الورق قلت له يا اخي ما في كسر راجل كسر، كتبت لك كده ايوه قلت له ما في كسر راجل كسر يا اخي ده كسر في العظم بتاع الوجن في الوش وده كسر في الفخذ، لماذا انت لا تعطي الشخص ده التامين بتاعه الصحيح المفروض يعطي في حاله الكسور؟ انا شاكلت معاه في الورق. فيا جماعه في تفرقه في التامينات، وزياده على كده يا اخوانا مدينا الاسنان دي السمعه الرديئه يا جماعه. هل الطقم كماليات؟ واحد فقر اسنانه فوق وتحت ما بيقدر ياكل ما بيقدر يمضغ، وشه ده بقى مطبق بقى النخره بتاع زي الكاريكاتير ما بتعمل، هل دي كماليات؟ هل دي تجميل؟ انا افهم ممكن يكون حتى التقويم ذاته ما تجميل بالمعنى كله، لان اسنان الملولوه الاسنان المردفه بتمسك الاكل بتسوس اكثر من غيرها بتلتهب في اللثه اكثر من غيرها وبتاع. ففي جانب فيه وظيفي وفي جانب فيه تجميلي. فاخوانا طب الاسنان دي مدينه السمعه الرديئه، احنا ما عارفين نصلحه كيف من قديم الزمان لتاريخنا. لا الاسنان غالي طوال، حتى نحن ماشيين في انجلترا يقول لك ده بر التامين الصحي. فيا اخوانا تجارب الناس ديك ليس بالضروره تنطبق علينا في بلادنا وفي عالمنا ده. فيجب الكلام ده انا ما اعرف الحل عند منو ويتحل كيف انا ما اعرف، لكن انا برمي الحجر ده في المياه الراكده دي ولا المياه الواقفه دي عشان يسير المساله دي، لانه يجب القائمين بالامر سواء كان في طب الاسنان وسواء كان في شركات التامينات ولا في الصحه يجب يشوفوا حل الكلام ده. الاسنان دي كلها ما كماليات، ولا حتى جراحه التجميل كلها ما كماليات. دكتور احمد علي عابدين من القطينه، وعابدين لو كان في الخرطوم او يا عابدين اذا جيت الخرطوم عندك مقابله مجانيه مع دكتور محمد علي وفي عيادته. نعم ارحب بالاخ عابدين، وهو قال عنده الام في اللثه وان شاء الله يجينا في العياده نعمل له نظافه للثه ونشوف التهابات اللثه، وقال عمل 3 خلع برضه نشوف موضوع الخلع ونشوف اذا كان في اي مشاكل في باقي الاسنان، وعنده قال فشل في الحشوه. نتكلم عن فشل الحشوات. فشل الحشوات يا اخوان احيانا المريض بيمشي لعياده الاسنان وبيتعمل له حشوه مؤقته. الحشوه المؤقته يا اخوان هي حشوه بتتعامل لتهدئه الالم او احيانا بين الجلسات، يعني انت العلاج دروس علاجه ما تم بتعمل لانه ازالتها سهل وغير مكلفه. والمريض بيمشي بيعمل له حشوه مؤقته وبيشعر ببعض الراحه وما برجع ثاني. دي بالنسبه لك الله حل منكم الله حل مننا وبعدين لحد ما تبدا المشكله الجديده. المهم الحشوه اذا تعاملت يا اخواننا بطريقه جيده هي ما في حشوه عندها عمر. الحشوه بتعملها فور لايف اذا تعملت بطريقه صح. مواد ذاته مواد الصح. لانه سهل المواد يا اخواننا برضه زيها وزي مواد البناء ولا في المواد في الجاي وفي الجاي. اذا تعاملت بالطريقه الصح بالمواد الصح الحشوه المفروض تعيش فور لايف، يعني ما مفروض انه الا الحشوه المؤقته عندها عمر اسبوع اسبوعين بكثير انها بتتاكل وتتهدب بتؤدي وظيفتها بس في الحدود المحدوده. تمام اوكي بروفيسور، نحن في مشارف الختام دايرين كلام كده سريع طلقه طلقتين ثلاثه كده كلام واضح بالنسبه لناس التدخين والتنباك والدنيا على رمضان، عندك دقيقه واحده بس. والله انا بقول والله انه التدخين بانواعه اللي في شكل دخان والشكل مضغ والشكل سفه كلها عندها نفس المخاطر يا جماعة، وهي بتأثر على الأسنان واللثة بتعمل أمراض اللثة وتسبب التسوس وتلوين والمظهر بتاع الأسنان ده كل ده كوم، والباقي إنه في أمراض خبيثة بيسبب السرطان في 4000 مادة كيميائية في السجائر وفي الحاجات بتاع الدخان في 3000 تقريبا برضو في اللي هو طبقة اللي هو ناس الصعود غير في مواد مسرطنة فيها، فالمواد المسرطنه هذه هي بتعمل سرطان. فاذا كان وحتى التدخين السلبي يا جماعه في واحد اذا كان دخن جنبي منك 4 سجائر اربع مرات دخن انت تكون كانك دخنت لك واحده منهن. التدخين السلبي ذاته يا اخوانا يعزي الناس، عشان كده شكرا لعدم التدخين. التدخين ده بقى ظاهره غير اجتماعيه ولا صحيه في عالمنا دي. انت سمعت في واحد طلق مرته عشان واحد مرته طلقته عشان هو بسيف؟ هي طبعا يا جماعه هو نازل الناس اللي بيسفوا ده يا اخوانا. انا والله انا دكتور المقاطعه ايوه ولا انتهازه ولا البراج، ولكن سنخصص حلقه بالكامل دائما نحن قبل رمضان بيوم عشان بيكون في دعوه للناس يوقفوا التدخين والتنباك بسبب شهر رمضان، وعشان نساعدهم بنقدم دائما حلقه بتاعه التبغ، وان شاء الله سنستضيفكم فيها ويكون فيها كلام من بيت الكلاوي. والله انا في الختام لا يسعني الا ان اشكركم، اشكر بروفيسور عبد العال محمد السعيد مستشار جراحة الوجه والفكين وعميد كلية طب الأسنان جامعة أفريقيا العالمية، كما أشكر دكتور محمد علي الحداد اختصاصي جراحة الوجه والفكين وعميد كلية طب الأسنان جامعة كرري، كما أشكر الذين شاركوا ونعتذر للذين لم يحالفهم الحظ.
أن يشاركوا، كما نشكر الجنود المجهولون من هم خلف الكواليس والكاميرات وفي الربط والمتابعة، أخواننا فوق في إذاعة الطيبة. إلى أن نلتقي بكم ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من طيب سمح العافية، طيب سمح في عيشة حلوة وصافية، من طيب سمح العافية، من طيب سمح العافية.